أنا النهاردة جاي بتفقد العمارة السكنية التي تضررت بمرور أو بتأثير مرور مكنة حفر الأنفاق مش أسفل العمارة، أسفل سفارة البحرين، يعني المحور بتاع المكنة مش تحت العمارة، المحور بتاع المكنة تحت سفارة البحرين. سفارة البحرين ده مبنى أو منشأ خرساني دورين وبدروم، فإلى حد ما مبنى خفيف، مبنى متماسك جدا. عشان كده لما دخلنا فيه مع قبل كده زي ما انت شفته أول امبارح مع سيادة السفير البحريني في مصر، لقينا المبنى ما فيش فيه أي حاجة، مبنى سفارة البحرين للمرة الثانية ما فيش فيه أي حاجة خالص. وقلت لكم من ساعتها أو قلت في الإعلام إن الحفرة اللي حصلت نتيجة مرور المكنة وهبوط بعض الأتربة من الطبقات العليا للأرض تحت الساحة الخارجية لسفارة البحرين إلى الحفرة أو إلى الفراغ اللي بينشأ حوالين مكنة حفر الأنفاق، يعني في تكنيك معين كده لمكنة حفر الأنفاق مش هنقعد نشرح فيه دلوقتي، دي تفاصيل فنية ما تهمكوش كتير. المكنة لما بتيجي بتتحرك بتحفر جزء وبعدين بعد كده بتركب فيه الحلقات الخرسانية وبعدين بعد كده تملى وراه مونة تقوم تثبت الأرض. أثناء حفر المكنة وفي حصلت الحفرة الطبيعية زي ما بقول كده بتحفر ما يساوي تقريبا طول حلقة، يعني تقريبا متر ونص، ثم بتركب فيها الحلقة وبعدين تملاها مونة ورا الحلقة، كده بنثبت التربة. أثناء ما هي بتحفر المكنة واضح إن كان في ضعف في التربة في منطقة الساحة الخارجية لسفارة البحرين، بدليل إن الهبوط الأرض اللي حصل وكلكم حضراتكم شفتوه والمكان اللي احنا بنحقن فيه دلوقتي في هذه النقطة الساحة الأمامية لسفارة البحرين. وده برضو أقدر أقول يعني ده من لطف ربنا بينا إن العيب ده حصل تحت الساحة، ممكن يكون الساحة دي كانت مردومة بتربة مخلقة فيها طبعا بعض الزراعات، فالمية اللي موجودة بتهرب التربة فبقى فيه حفرة موجودة حصل فيها هبوط لما المكنة عدت. الحمد لله بطمنكم المكنة عدت بالكامل، وأنا بطلب من حضراتكم تنزلوا تصوروا المكنة في المحطة تحت. المكنة عبرت دخلت في المحطة بالكامل وعبرت الحيطة الأمامية للمحطة، أصبحت المكنة مؤمنة تماما، وكل منطقة الحفر اللي كانت المكنة بتحفر فيها اتبطنت بالحلقات الخرسانية بتاعة جسم النفق بالإضافة إلى طبقة المونة اللي بتتحقن من المكنة نفسها ذاتيا عشان تملى الفراغات اللي حوالين الحلقة الخرسانية. إذا أصبح النفق والمنطقة المحيطة به منطقة ثابتة وصلبة ولا تقبل أبدا الحركة بعد كده، لأن خلاص النفق بقى مربوط ببعضه مربوط بالمحطة، أصبح الجزء ده جزء صلب وثابت. اللي احنا بنعمله دلوقتي إن نتيجة تحرك التربة من الطبقات الأعلى نزلت في الطبقات السفلى شوية، احنا بنعوض هذه التربة الأول بحقن مونة أسمنتية بأسمنت قوي جدا بيصل إلى درجة الخلطة الخرسانية العادية اللي هم تقريبا 7 شكاير، الناس اللي عارفة الكلام ده تقريبا 350 كيلو جرام 7 شكاير للمتر المكعب من الخلطة. الخرسانة دي بتنزل حتى الآن بالجاذبية الأرضية. بعد شوية هنخلص الطبقة اللي احنا بنحقن فيها، بعد شوية هنحمل بضغط، يعني هنحمل تحت ضغط بحيث ان احنا نخلي المونة الخرسانية او المونة الاسمنتية دي تتغلغل كل الفراغات اللي في التربة. الخطوات اللي قالوها بالظبط للعلاج ان اول حاجة لازم نبدأ نحقن الاول، لازم المكنة تكمل الحلقتين اللي كانوا باقين لها عشان تخرج بالكامل في المحطة وتكمل التبطين وتكمل حقن المونة حول الحلقات الخرسانية اللي اتبطنت دي، وده تم الحمد لله بنجاح بنسبة 100%. وانزلوا شوفوه ده وصوروها المكنة وهي تحت. الحاجة الثانية ان نبدأ نحقن الأرضية بتاعة ساحة او الساحة الأمامية للسفارة سفارة البحرين، ثم نحقن الأرضية بتاعة الباكية الفراغ يعني
اللي موجود جنب العمود ده اللي هو فراغ الركن ده تقريبا 4 متر في 4 متر زي ما انتم شايفين. ثم بعد كده يعني بالتوازي نبدا نصلب الكمر اللي محمل على العمود. العمود خلاص في شرخ، فاحنا مش عايزين نحمل على العمود، فاحنا عايزين الحمل اللي كان جاي على العمود من الكمر بتاع الدور الارضي، الحمل جاي على البلاطه بتاعت الدور، ثم البلاطه نقل الحمل بتاعها على الكمر الخرساني، ثم الكمر نقل الحمل على العمود او الاربع عمدان. التلات عمدان الاخرين في عمودين منهم سلام بنسبه 100% اللي هم للداخل. العمود الخلفي اللي هو على الصف الخارجي، صف الاعمده او المحور الخارجي للاعمده المجاور لسفاره البحرين، العمود الركن اتاثر. العمود اللي وراه التاثر بتاعه يعني تاثر بسيط، ولكن عشان كده لازم ناخد في اعتبارنا ان لازم نامنه هو كمان مع العمود الامامي وعمود الركن. عشان كده صلبنا كل الباكه دي. لو دخلتوا، انا دخلت وشفت بنفسي وانتوا لاحظتوا وانا بدور على كل حاجه، اتصلب بكمر حديد ستيل يعني اللي هي الاي بيم يعني مش عايزين نخش في التفاصيل الهندسيه، بكمر حديد، وكمر الحديد ده اتشال على اعمده حديديه اتشحطت بالبلدي كده، اتشحطت في بطن الكاميرا او بطن الكمر اللي متحمل على الاعمده. اصبح دلوقتي العمود ده او العمود المجاور ليه او حتى العمود العمودين الداخلين في نفس الباكيه مش شايلين اي حمل خالص. اصبح كل الحمل اللي كان جاي عليهم اتشال على القفص الحديدي او الهيكل الحديدي اللي احنا شكلناه علشان نشيل الحمل اللي كان جاي على العمود اللي تضرر او العمودين اللي تضرروا. العماره دلوقتي في امان تام. العماره باكد تاني في امان تام. في امان تام. بتتحقن ان شاء الله باذن الله، نخلص النهارده وبكره استكمال الحقن. لو احتاجنا يوم كمان حقن بقى اندر بريشر او الحقن اللي هو تحت الضغط هنبدا نشتغل فيه، بحيث ان احنا نخلي كل دي بلوكه، نخلي دي كل دي بلوكه خرسانيه صلبه مفيش فيها اي فراغات، سواء في ساحه العماره في ساحه السفاره او في ارضيه العماره والجزء المجاور للعماره. نبدا بعد كده ان شاء الله بعد ما نخلص تامين العماره بالكامل سواء بالصلب او الحقن اللي في الارضيه، نبدا ان شاء الله طبقا لبرضه الخطوات الفنيه اللي موجوده في التقرير الفني، نبدا ان شاء الله العمود ده هيستبدل بالقاعده بتاعته، وهيتعمل قاعده ثانيه، وهيتعمل لبشه خرسانيه، والعمود ده نفسه هيصب من ثاني، وهنحمل ثاني العماره على العمدان بتاعتها بعد ان شاء الله تقويه كل حوائط العماره كمان، لان العماره زي ما انتم حضراتكم شايفين دي هيكل خرساني. الحوائط اللي موجوده دي حوائط مش حامله، دي حوائط حشو فقط بارتيشن، ولكن مع الوقت قد يكون ان الحوائط دي مع العمدان اصبحت شايله. فاحنا حريصين جدا واحنا بندعم، وان شاء الله واحنا بنشيل الحوائط حتى اللي اتاثرت ونرجع نبنيها تاني، ونرجع نزود الاواعد بتاعتنا والاعمده تاني بالشكل اللي يبقى امن واللي يدي للعماره نفس العمر بتاعها ايا كان بقى العماره دي. احنا دلوقتي بنبحث بنشوف العماره اللي مبنيها سنه كام، الحاله الفنيه بتاعتها تؤهلها ان هي تستمر كمان كام سنه، ان شاء الله باذن الله نوصل الى معلش